حاجه بنعانيها هنا في الصيدليه عدم وجود ادويه كفايه بالنسبه للمرضى. طبعا المريض اصلا هنا في الحاله الاجتماعيه بالنسبه للبلد اللي احنا عايشين فيها الناس طبعا بتدور على الادويه المجانيه اكتر من انها تخرج بره تكشف عند اي دكتور ويكتب لها علاج من بره. ده لود على الناس بالنسبه للوقت الحالي اللي احنا فيه. فالمشكله بنعانيها دلوقتي في الصيدليه ان معظم الادويه اصلا لما بتيجي نصرفها ما بنلاقيهاش. يعني مثلا زي ادويه الضغط فيها عجز شديد، لما بنجيب كميه بنجيب كميه قليله جدا ما بتقضيش اصلا، ما بتكفيش معانا حتى مده اسبوع. دي اول حاجه. ثاني حاجه بالنسبه بقيه الادويه اتمنعت اصلا نزولها في الصيدليه، ليه احنا ما نعرفش لحد دلوقتي ليه. زي بخاخات الصدر ناس كتير كانت بتيجي تاخدها ما بقتش موجوده، وحاجات تانية كتير. معظم المراهم بتاعت الحساسية وبتاعت العظام ناس كتير كانت مصبع عليها تيجي تاخدها، دي ما بقتش موجودة. فالناس بدأت تعاني وتشتكي، واحنا المشكلة ان احنا اللي قدام الناس، يعني اللي بيجي ما بيلاقيش علاج ما بيلومش اي حد غير الدكاترة. طبعا شتيمة وتهزيء وقلة ادب طبعا في المستشفى، وما بنردش على حد. نعم عندنا في بهدلة بنقول مش الدهدلة. المشكلة في حكاية الأمن. احنا المفروض اصلا وانا بطالب بيه اصلا من ساعه ما استلمت المستشفى، انا بقالي سنين في المستشفى بطالب بوحده امن عشان الناس وعشان معاملات الناس، وخصوصا في الايه بعد الاحداث اللي الاخيره اللي هي بتحصل بنطالب بوحده امن. وبعدين ده بوحده امن مش عندي بس، المفروض في كل المستشفيات، حفاظا طبعا على التمريض وحفاظا على الاطباء، لانه في ناس في تيجي فعلا بتيجي طبعا متبجحه وبتعمل اسلوب غير لائق بالنسبه للاطباء وبالنسبه للطلبه. فاحنا فعلا دي محتاجينها. بس هي المشكله اللي بتقابلنا هي حكايه ان مفيش امن. احنا معظم العمال عندنا هنا معوقين، يعني حتى ما عندناش عماله كافيه ان ممكن العامل يقف على باب العياده انه ينظمها او يحوش مشاكل الناس. في بعض الناس بتقل ادبها علينا، بتتخانق عشان خاطر مفيش علاج، العلاج مش موجود طبعا باستمرار، ده مش مننا ده من الحكومه او نفسها. فالعلاج ما بيكفيش الناس لان احنا هنا بنخدم جميع الوحدات اللي بعد طاحه كمان. وبالنسبه بقى في النبطشيه اخر النهار او بالليل مشاكل من الناس لانهم مفيش هنا امن، وجنبنا قهوه بيبقى عليها ناس مش كويسه بيتعرضوا لنا، بيجي ياخدوا مثلا حقن غريبه وما بنرضاش نديها لهم فبيتخانقوا معانا. فيا ريت فعلا اول حاجه هنا ناقصانا هو موضوع الامن. هي مشكلتنا الامن، ما في ممكن برضو نظام البلطجه برضو شغال، ممكن اي حد يخش يتهجم علينا في اي وقت، ما متعرضين لكل. انما هنا بالنسبه للدكاتره بالنسبه للتمريض بالنسبه للرئيسه ومدير المستشفى مش عاملنا كاننا تمريض ولا عنده، كاننا اخواته الصغيرين. تيجي بتجي لنا الادويه وكل حاجه، المريض بيجي بيقطع تذكره بجنيه وبياخد العلاج. لو في بيحتاج علاج خارجي من الاجزخانه من عند الدكتور اجزخانه الصيدله بتاع الدكتور خالد شعراوي بنديله العلاج. في عندنا العلاج كامل بياخد بنديله العلاج من هنا على التذكره ام جنيه. مستشفى جميلة وجديدة ونظيفة يوجد بها الأدوية، بعض من الأدوية مش موجودة زي علاج الضغط. ليه مش موجود؟ مش موجود بيخلص بسرعة، بيخلص يعني على طول يعني. العلاج بيخلص بالدكتورة، بيبقى كشف بس بدون العلاج، وبتكتب له على ورقة خارجية العلاج المطلوب بيجيبه على حسابه. بالنسبة للنظافة كويسة جدا، شغل الدكاتره يعني هنا بيسيبوا العيانين شويه بيجيلهم كتير قبل ما الدكتور يجي، قبل ما الدكتوره تيجي صف التمريض، يعني بيهتموا بالحوامل اكتر من رعايه الاطفال. بالنسبه للظروف اصلا الظروف في الوضع اللي احنا فيه ده فيعتبر ظروف كويسه، يعني الامكانيات حتى اللي موجوده حاليا دلوقتي بالنسبه للظروف اللي احنا بنمر بيها تعتبر كويسه، لان طبعا في مشاكل كتير في البلد وطبعا في مشاكل من ناحيه اقتصاديه ومن ناحيه امكانيات، وده هي عامه. لكن طبعا هتتحسن ان شاء الله اكيد مع مرور الوقت، واكيد كل ما البلد هتستقر كل ما الظروف كلها هتتحسن. اما من ناحيه المستشفى فالمستشفى شغاله بكامل قوتها عادي كاخصائيين وكنواب ودكاتره بشريين عاديين، وعندي امكانيات كويسه وظروف المستشفى بالنسبه للظروف اللي احنا بنمر بيها تعتبر كويسه جدا ماشيه كويس. موضوع العلاج برضه هو العلاج هو العلاج مكملش الاستقبال مفيش ناقصه طبعا. المستشفى فيها حاجات ناقصه كتير، مركز طب بس خدوا منها المعدات كلها ودوها الشامله مفيش. احنا مشكلتنا يا ريت المستشفى ترجع تاني زي الاول، مبنى كبير طويل عريض على الفاضي. يعني المستشفى يعني بالنسبه لنا شغاله 24 ساعه من ناحيه، الناحيه الثانيه خدمه بتاع 9 بلاد جنبيها ولا 10 بلاد، كوم الاحمر، جعفره، الشيش، كوم السم، نوب،
الزهويين كله نوى كله جاي مجتمع في طحن. فاحنا المفروض يا ريتها ترجع زي الاول وابدا. احنا ما كانت شغاله 24 ساعه وكانت فيها دخل وكان فيها كل حاجه احنا عايزينها وعمليات اجهزه برضو قدام كل خادم من خادم اجهزه خير يعني. يعني من 2005 من 2005 احنا نبات وهي اصلا المستشفى مش فيها اي حاجه. مفيش هنشتغل نبات ازاي يعني على اننا احنا نبات بناء على ايه؟ لا في امن ولا في اسم داخلي شغال ولا في عمليات شغاله. هي مجرد العيادات اللي شغاله فتره صباحيه. طب بقى اليوم بعدين بنعمل ايه؟